تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو. الحمد لله ان احنا لحقناها. متشكر قوي يا دكتور، بزعجك معايا؟ مفيش ازعاج ولا حاجه يا استاذ عماد، حضرتك المحامي بتاعها ومن حقك تزورها في اي وقت، وبعدين انت في زياره رسميه، انا ما بعملش اي حاجه زياده. بس حالتها بقت صعبه قوي، انا مضطر اكتب تقرير بحالتها النفسيه واحولها لمتخصص افضل. تعال نشوفها. اتفضل. اخبارها ايه؟ تمام يا دكتور الحمد لله. اتفضلي تعالي معايا. ليلى. ليه يا ليلى؟ انا كنت متخيل ان انت اقوى واحده في الدنيا. انا كنت بسال نفسي ومستغرب، انت جايبه القوه دي كلها منين؟ انا عايزه انزل الولد من بطني ده. ليه؟ ليه بتقولي كده؟ هيجي وبكرهه، هو السبب في كل اللي بيحصل. يا ريتني كنت نزلته من زمان. ليلى حرام، ما تقوليش كده. لو جه مين هيربيه؟ جده مش عايز، حتى ابوه ما كانش عايز، الست الوحيده اللي كان ممكن تحبه وتربيه ماتت بسببه. مش عايزاه، مش عايزاه. ليلى انا هموته. بس انا عايزه. تبقى عايز تموت انت كمان ليلى. انا بحبك. ما تستغربيش، انا فعلا بحبك. عايزي بس عايزك تصدقيني، انا مش هسيبك. انت هتخرجي من هنا وهتعيشي وانا هعيش كلنا سوا. انت مجنون؟ انا مش مجنون، انا عاقل، وعاقل جدا، وواعي لكل كلمه بقولها. انا فهمتك، عرفت. عاجباك صح؟ وكمان مفيش داعي الناس تعرف ان احنا متجوزين، وانت بعدين هتبقى تعرف الناس وقت ما ينفع، مش كده؟ كلكم زي بعض، كلكم زي بعض. امشي اطلع بره، امشي اطلع بره. اهدي طيب، اهدي 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 طيب، خلاص خلاص يا دكتور، يا دكتور. طب اهدي اهدي. في ايه؟ في ايه؟ دكتور عايز يصطدمني. طب كان بيمسك ايديا. طب اهدي. انا مش عارف شفتيه صح؟ بس بره، طلعه بره. اتفضل حضرتك، اتفضل حضرتك استاذ عماد. اتفضل اتفضل. ادعوا حولها بسرعه. ما تخلوش يجي الدنيا كل ما يطلع بره. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.